هي مبادرة لا تحتاج إلى أطراف تتفاوض، هي ليست قائمة على مفاوضات، قائمة على عرض يفتح نافذة للجميع. بعض الناس ربما حتى يستهزئ بها، أنا أقول حتى الآن تفعيل هذه المبادرة أفضل بكثير من إهمالها. مرات كثيرة قلنا أنه سوريا كلها في خطر، شعبا وأرضا ووجودا، نحن عم نحاول نقدم منفذ لإنقاذ كل شيء في سوريا. المجتمع الدولي يتعامل مع الأزمة ببرود شديد، سنتين وربع دليل على ذلك. الأمر الآخر، مؤتمر جنيف يجب أن يكون الذهاب إليه واضحا، يعني حتى الآن هناك نوع من التلاعب. السوريون كلهم يقولون إذا ستبقى هذه الأجهزة الأمنية هي التي تتحكم بالشعب السوري فهذا كله ضحك على الناس وضحك على الشعب وضحك على الثورة. إن كان هناك نوع من الاتفاق لإنهاء معاناة الشعب السوري وتغيير البنية التي أودت به إلى هذا الوضع الغير مسبوق فهذا شيء جيد، أما إذا كان هناك نوع من المماطلة أكثر أو نوع من الاحتيال لإدخال بعض المكونات التي كانت هي سبب الإشكال الأصلي في كل سوريا فالشعب كله سيرفض هذا الأمر.